ديال إنتاج الكمامات يعني انخرطت فيه مؤسسة كمجموعة من المؤسسات السجنية، وهو كيستجيب المعايير وطنية وصحية حيث خضع للمراقبة، وتبين أنه استوفى جميع الشروط المعتمدة، الشيء اللي مكننا من الحصول على شهادة المطابقة. وإنتاج الكمامات أو تصنيع الكمامات الواقية هو فرصة لتدبير مدة الاعتقال ووفق واحد المقاربة ديال تشغيل السجناء اللي تمنتها المندوبية العامة لإدارة السجون، حيث أصبح السجين عنصر فعال ومنتج، وكذلك بتحفيز مادي من المندوبية العامة لإدارة السجون حيث كيتوضع لهم واحد مبلغ مالي حسب الاسم ديالهم لاقتناء بعض المشتريات، وكذلك الاستغناء عن بعض الإعانات المالية اللي كتصيفطها وكترسلها لهم للأسر ديالهم اللي كتعرف واحد العوز في هذه الجائحة. هذا الورشة ديال إنتاج الكمامات كتوزع على مجموعة ديال الأقسام، منها الفصالة ومنها الخياطة ومنها لومبالاج وفينيسيون لومبالاج. كتشتغل فيها 19 نزيلة، هاد 19 نزيلة فيهم واحد المجموعة اللي كانت أصلا كتلمد في القسم ديال شعبة الفصالة والخياطة اللي توقف بسبب هاد الجائحة، وكذلك كاين نزيلة أخرى اللي كانت عندهم الرغبة أنهم يخرجوا من الغرف ديالهم ويعاونوا وينخرطوا في هذه المجهودات المبذولة من طرف المملكة المغربية. الفكرة ديال إنتاج الكمامات جات باقتراح من الإدارة، اقترحت علينا بأننا نقدروا نشاركوا حنايا في هذا الإنتاج هذا، والحمد لله جاتنا الفكرة مزيانة لأننا غنخرجوا من ذاك الحبسة اللي حنا فيها، لأن حنا ولفنا الأنشطة ولفنا بزاف الحوايج كيكونوا في المؤسسة اللي وقفوا دابا بمناسبة بسبب هذا الوباء هذا. وصافي تعرضت الفكرة على بزاف البنات وكلهم حتى واحد ما تردد أنه يوافق وينضم لينا، وبدينا إن شاء الله بدينا مرحلة الإنتاج. الدور ديالك في هذه العملية؟ الدور ديالي أنا في هذه العملية وأنا كندير لاكوب، كنفصل أنا الكمامات ومن بعد كيبدأ توزعوا على كل وحدة وشنو المهمة ديالها. ملي كنفصل أنا كنبدا نعطي العدد للبنات. المرحلة الثانية من مورا الفصالة هي لي بلي، من بعد كيدوزوا السورجي، من بعد كيدوز لاستيك، ابخي كيدوزوا لغوباساج ومرحلة التعقيم ولومبالاج. بالنسبة لك شنو لقيتي؟ واش لقيتي راحتك في هذه العملية؟ بيان سو لقينا راحتنا بزاف، لأن حنايا منين جات هذا الكونفينمون هادي بقينا كنا جالسين غير في البيت، منين الإدارة اقترحت علينا هذه المشاركة هذه فرحنا بزاف، لأننا كندوزوا النهار كله كنمشي وكندون بريباريو لهذا كنلقاو النهار سهلة، دونك هكذا كيدوز النهار دغيا وما كنحسوش به، وكنحسو حتى حنا براسنا كنديرو شي حاجة زوينة. حنا من ضمن الناس اللي هما كيساهموا في هذه المبادرة وكن نخدموا هذه الكمامات ونبدلوا السيستيم ديال انه بارك نعير في البيت ديال مع السجينات، كنجيو لهنا السونتر كن على الاقل كنبدلوا واحد الريتم اخر وكنخدموا، وحنا حنا نحسوا براسنا راه حنا دايرين واحد العمل في هاد البلادنا، وهاد الكمامات هما في المصلحه ديالنا، لان هاد الجائحه راه علينا وعلى وليداتنا وعلى العائلات ديالنا وعلى الناس كاملين.